عودة إليكم داخل الاستوديو، ضيفنا داخل الاستوديو والداعية والخطيب علي. اسم الله، صباح الخير عليك. صباح النور. الله يجزيكم خير. كيف صباحك؟ تمام الحمد لله، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. الحمد لله. وحديثنا بصورة عامة كده حيكون عن تنشئة الأبناء على محبة النبي صلى الله عليه جميل وسلم. إن شاء الله. في البداية نتكلم عن يعني آرائك عن الاحتفال بمولد الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، وقوت الأرواح وغذائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، المشاهدين والمشاهدات الكرام، وكل عام وأنتم بخير في هذا اليوم الطيب المبارك. عادة ما يكون مدخلي في هذه الأيام الطيبة المباركة في قول الله تعالى في صدر سورة إبراهيم: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. المعروف أن الأيام لله، وأن الأوقات لله، وأن الأزمان لله، وأن الأماكن لله، بل صلاة الإنسان لله، بل حياة الإنسان لله، بل ممات الإنسان لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فحياة الإنسان كلها لله، لكن ربنا يقول وذكرهم بأيام الله. نعم. كأنه في أيام حقت الله وأيام ما حقت الله، الأيام كلها حقت الله. في تذكير لازم، في تذكير في أيام معينة، في نفحات تكون من الله تعالى على خلقه وعلى عباده. نعم. والحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ألا إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها فعسى أن تصيبكم نفحة فلا تشقوا بعدها أبدا، في كتاب لا يمحى ولا يبدل. نعم. الأيام دي الزول بتعرض لها، فعسى أن تصيبكم نفحة واحدة، بس نفحة واحدة أيام المولد تتعرض له، تتعرض لمثل هذه الأيام: فعسى أن تصيبكم نفحة فلا تشقوا بعدها أبدا، في كتاب لا يمحى ولا يبدل. في كتاب يمحى وكتاب يبدل؟ قالوا أيوه. ربنا قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الإمام الضحاك قال: قد يبقى للمرء في عمره 3 أيام فيصل رحمه فيجعل الله في عمره 30 سنة. قالوا: قد يبقى للمرء في عمره 30 سنة فيقطع رحمه فيجعل الله في عمره 3 أيام. يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. دي النفحات: فعسى أن تصيبكم نفحة فلا تشقوا بعدها أبدا، في كتاب لا يمحى ولا يبدل. طيب، وذكرهم بأيام الله. أيام الله شنو؟ قالوا: الهجرة يوم من أيام الله، البعثة يوم من أيام الله، رمضان يوم من أيام الله، ليلة النصف من شعبان يوم من أيام الله، العشر الأوائل من ذي الحجة يوم من أيام الله، ليلة القدر يوم من أيام الله، فتح صلح الحديبية يوم من أيام الله، غزوة بدر الكبرى يوم من أيام الله. دي كلها أيام الله، كلها أيام متجليات ونفحات. لكن الأصل في هذه الأيام قالوا يوم ولده صلى الله عليه وسلم، لأنه لو ما ولد ما كان في رمضان، صح؟ لو ما ولد ما كان في صلح الحديبية، صح؟ لولا المولد ما كان في الإسراء، لولا المولد لما كان هنالك المعراج، لولا المولد لما كانت الهجرة، لولا المولد لما كانت البعثة. الأصل في الأيام، طبعا نتفق على عظمة الأيام، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما حنقدر نصل للهجرة إلا بيوم ولده. ما حنقدر نصل للإسراء إلا بيوم ولده. ما حنقدر نصل لغزوة بدر الكبرى إلا يوم ولده. يبقى الأصل في هذه الأيام أن نذكر بعضنا بعضا، وذكرهم بأيام الله قالوا يوم ولده صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. من أعظم الأيام ومن أعظم أيام الدنيا يوم ولده صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أحد مشايخنا مولانا الشيخ عمر بن سعود، قال يوم وضوع الخير طيب العشرة، نور شع في الكون ضوى منتشرة، الملائكة أتت أم بالبشرة، آسيا ومريم جن حضرن يا بشرة، انظر الإكرام ليلة الإسرة، ردة الخمسين خمسة لليسرة، يوم فتح مكة أطلق الأسرة، تعجبك أحوال بيت والأسرة، صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. شيخ علي، يعني نتكلم عن كيفية تنشئة الأبناء أو تربية الأبناء على محبة وتعظيم ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أولا، الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم دائما ما يوصينا بأبنائنا، ولأن الأبناء هم يعني كل المستقبل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما ما يعني يشدد ويهتم ويعتني بالشباب، لأنه قال: نصرني الشباب حين خذلني الشيوخ. فالشباب
فيه الطاعة وفيه التجلد وفيه القوة، لا سيما الأطفال، لأنه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا كان الأب وإذا كانت الأم ما شاء الله ربوا أبنائهم على 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 التقوى والصلاح، فسيمة الابن أن يكون تقيا صالحا. من شب على شيء من شب على شيء شاب عليه. وإن كان الأب والأم أنشأوا أبنائهم على الغناء فسيمة أهل البيت الرقص. فينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. دل أولادنا نحن نعلمهم في هذه الأيام. النبي عليه الصلاة والسلام قال علموا أبنائكم ثلاث خصال، علموا أبنائكم ثلاث خصال: حب نبيكم صلى الله عليه وسلم، حب آل بيته صلى الله عليه وسلم، حب تلاوة القرآن، حب تلاوة القرآن، حب حب النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم أبنانا إذا داير يشرب نقول له كيف النبي صلى الله عليه وسلم شرب، فاشرب كما شرب رسول الله. داير يدخل الحمام نقول له أدخل كما دخل رسول الله. كيف خرج؟ أخرج كما خرج رسول الله. داير تدخل المسجد تخرج كما خرج رسول الله. نعلم أبنانا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السيرة إما سيرة منظومة قالوا بالمدائح والقصائد والأشعار، وإما سيرة منثورة نقرأ مولده صلى الله عليه وسلم منذ الإرهاصات، منذ الولادة، منذ النشأة، منذ الطفولة، منذ البعثة، منذ الهجرة والإسراء والمعراج إلى انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. لأنه لأن نلقى أولادنا ما شاء الله يعرفوا اللاعبين ده اشتروه بكم، يعرفوا الممثلين ده جابوه بكم، تفاصيل كثيرة جدا تفاصيل دقيقة كمان. لكن لو سألت عن حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي ينتظر شفاعته يوم القيامة لما وجدت أنه يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أعمامه ولا خالاته ولا أهله ولا أسرته، ولا يعرف عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده عدنان، ما بتلقاه عارف. طيب ده حينفعك في الدنيا وحينفعك في الآخرة صلى الله عليه وسلم. وين ما كان القصور لكن يا شيخ علي؟ ما خلاص، عشان كده نحن توصيتنا دائما بالآباء. عشان كده قلنا الآباء والأمهات هم ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. فالأب في بيته راعي ومسؤول عن رعيته. عشان كده ربنا قال يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم، ما تنتقي نفسك. كمان تذكر عندك زوجة، تذكر عندك أولاد، تذكر عندك إخوان، ذكرهم. نعم. أستاذ علي قسم الله، إحنا حنواصل في موضوعنا وحنرجع برضو لتوصيات لكل الأمهات والآباء أكثر في موضوعنا تنشئة الأبناء على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عايزين نسمع نموذج ثاني لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم مع مجموعة ملاذة الفنية من المركز الإسلامي للشيخ محمد توم. أكيد معاكم عايزة وعاصم محمد مالك. المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله النور لا الله ما ذكرنا
الله مبارك على حبيبك عليه الصلاة والسلام. ممكن ده يكون أكبر دليل وأكبر نموذج على أنه يكون في مجموعة من الأطفال أنشوا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أنت ذكرت توصيات مهمة جدا لآباء ولأمهات أنه فلازم يعرفوا أهمية التربية الخلقية عموما، أن تتربى على الأخلاق الحميدة، تتربى على محبة الرسول، تتربى حتى أنك تتحلى بصفاته. فكده لو جينا الأهمية أكثر تخيلي ممكن برضو حتى ذكرنا قبل شويتين مع شيخ عاصم أنه ممكن تكون دي بداية جديدة لكل الناس وأن هي تتجه نحو الأفضل. طيب فعلا الوصايا معلمنا هو الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، فالوصية الأولى قال لنا حب النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيبه الأعظم ونبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم، وأنه ينتظر شفاعته يوم القيامة. الوصية الثانية حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما دار منكم قروش ولا عايز منكم شكر، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، بس العايز منكم كلكم بس حبوا آل بيتي انتسابا لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني وفيها أنبذة كثيرة وقصص كثيرة، لكن على سبيل المثال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال بعد أن جاء من غزوة من الغزوات وكان يقسم في الغنائم، فأعطى ابنه عبد الله بن عمر 500 دينار وأعطى الحسين بن علي 1000 دينار. قالوا سيدنا عبد الله بن عمر تمعر وجهه وقال يا أمير المؤمنين ألست عمر العادل الذي فرق بين الحق والباطل؟ قال نعم يا بني. قال أين عدلك وأين قسطك؟ أنا أكبر من الحسين عمرا وقد شهدت من المعارك ما لم يشهده الحسين. الحسين ده في حياة كثيرة ما حضره، فليه يعني أديتني أنا 500 وتديه هو 1000؟ مفروض تساوينا، أو على الأقل يعني مفروض تدينا أنا أكثر منه. بعد ذاك لو ما يستدين أكثر منه ساوي بيناتنا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال له صحيح يا بني أنت أكبر منه عمرا وشهدت من المعارك ما لم يشهده الحسين، ولكني يا بني إني أريد أن أسألك سؤالا. قال قل يا أبتا. قال يا عبد الله، لولد عبد الله بن عمر، قال يا عبد الله ألك أب مثل أباه؟ شوفوا ده سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بيربي لنا في ولد سيدنا عبد الله بن عمر. قال يا عبد الله ألك أب مثل أباه؟ فإن أباه علي بن أبي طالب بن عم رسول الله. قال يا عبد الله ألك أم مثل أمي؟ فإن أمه فاطمة بنت رسول الله. قال يا عبد الله ألك جد مثل جدي؟ فإن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله أنت حبيبي ونور قلبي، ولكني أقدم حب آل رسول الله على حب آل الخطاب. شو ده مشتربي علينا سيدنا عمر بن الخطاب بربي في ولده سيدنا عبد الله بن عمر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ده مثال. نموذج آخر سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قالوا عندما ولي الخلافة وكانت تأتي إليه الوفود فتهنئه بالخلافة، فكلما جاء إليه وفد من الوفود أعطاهم عطية وأدى لهم هدية. قال فلما جاء وفد من المدينة المنورة قال فأضاعف لهم الهدية وأجزل لهم العطية على بقية الوفود. طيب تمام. قال لأنهم لقربهم من رسول الله ده لأهل المدينة. قال وكان من بينهم طفل يفع، طفل ما شاء الله زي الأطفال مدح حليل مدح القصائد الطيبة دي. قال وكان من بينهم طفلا يفع. سيدنا عمر بن عبد العزيز سأل قال قلت من هذا الطفل؟ قالوا يا أمير المؤمنين إنه فلان ابن فلان ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز قام إليه وقبله ما بين عينيه وأجزل له الهدية وضاعف له الهدية على أهل المدينة وأجلسه على كرسيه، ثم جلس سيدنا عمر بن عبد العزيز على الأرض. قال بعد ذاك لما الناس مارقين وخلاص ماشين قال فقرصه قرصة حتى دمعت عيناه. سيدنا عمر بن عبد العزيز قرص الطفل ده حتى دمعت عيناه. فالحشد والحشم والوفد مع سيدنا عمر استغربوا قالوا ما الذي تفعل يا أمير المؤمنين؟ ده شنو تسويته ده؟ فقال ضاعفت الهدية وأجزلت الهدية لأهل المدينة لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضاعفت الهدية وأجزلت العطية لذلك الطفل لقربه من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول فاطمة بضعة مني وأنا بضعة منها، يفرحني ما يفرحها ويحزنني ما يحزنها، فعلمت أني لو أكرمت هذا الطفل فرحت مني فاطمة
وإن فرحت مني فاطمة لفرح مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضاعفت له الهدية وأجدلت له العطية. فقال له خلاص طيب تمام عرفنا، وما بال تلك القرصة التي دمعت بها عيناه؟ قال لي أن يتذكرني بشفاعة الكبرى عند جده يوم القيامة. قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قال لي أن يتذكرني بالشفاعة الكبرى عند جده يوم القيامة. يبقى ده نموذج وصية أيضا من وصايا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذ علي قسم الله، فعلا الحديث حول الموضوع ده لا يمل، وحتى الطريقة اللي أنت بتوصل بها المعلومة برضو لا تمل. دي كانت خطبة جمعة دي بالمناسبة، إحنا ما قطعناك ولا بنحن نستمع خطبة الله يجزيك خير. مؤمن جبال بيقول إنه الزمان زرك خلاص، إن إحنا ولا حاسين بأي حاجة. فشكرا جدا لكل الكلام اللي أنت ذكرته، لكل التوصيات، ولكل خلينا نقول ممكن تكون السماحة حتى في انتقائك لجمل قد تكون بسيطة ومفهومة، وحتى تعبيرك عن كل حاجة وإحساسك اللي كان واصل تماما لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. شاكرين جدا لوجودك معانا وسعيدين، وإن شاء الله رب كل الناس اللي تكون تابعت الفقرة دي تكون مساحة. حابب زمن زيادة ولا عايز تقول توصية أخيرة؟ والله بس التوصية الأخيرة دي ما يعني إحنا في حب القرآن. أيوه. يعني ما في حاجة، لكن بس دار أذكر أنه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهم قال كنت أجول أطراف المدينة أتفقد أحوال الرعية، قال فوجدت أطفالا يلعبون، لأن دي برضو تربية فيها، نحن لا نتكلم عن الأبناء. شوفوا وينشأ ناس الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. سيدنا عمر قال كنت أجول أطراف المدينة أتفقد أحوال الرعية، قال فوجدت أطفالا يلعبون، فوجدت من بينهم طفلا لا يلعب، ما بيلعب مع الأطفال. سيدنا عمر كان وقافا عند العجائب والغرائب، أطفال بيلعبوا معهم طفل ما بيلعب. فسيدنا عمر قال فدنوت من ذلك الطفل وهمست له في أذني عشان ما سمع الأطفال. قال قلت يا بني إخوانك يلعبون وأنت لا تلعب، ما يستلعب معهم؟ سيدنا عمر قال فتمعر وجه ذلك الطفل علي، وجهه تغير. قال يا أمير المؤمنين أو مثلك يقول ذلك؟ يا أمير المؤمنين وهل للعب خلقنا؟ الله خلقنا عشان نلعب. يا أمير المؤمنين بالله عليك أو ما قرأت في كتاب الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ بتربية ولا ما تربية؟ تربية عجيبة. من الذي رباه؟ من أبيه وأمه وأهله. قال يا أمير المؤمنين أو ما قرأت في كتاب الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ سيدنا عمر قال ففاضت عيناي من الدمع، قال ولكني أمسكت عيناي وأحببت أن ألطف على ذلك الطبع عشان ما أريد أنه تأثرته وكذا، دار ألطف عليه. قال قلت يا بني أنت ما زلت طفلا يفع، ما بلغت الحلم ولا جرى عليك القلم، صغير لا في حسنات بيكتبوها لك ولا في سيئات بيكتبوها عليك، وأنت يا بني ما زلت طفلا يفع، ما بلغت الحلم ولا جرى عليك القلم، فإخوانك يلعبون فلعب معهم، فإن كبرت وبلغت الحلم وجرى عليك القلم فانشغل بالذكر والطاعة والعبادة. بس شوية أكبر. سيدنا عمر قال فلقنني ذلك الطفل درسا لا أنساه إلى أن ألقى الله. قال يا أمير المؤمنين صحيح ما تقول، أنا طفل يفع، ما بلغت الحلم ولا جرى علي القلم، ولكني يا أمير المؤمنين إني أرى أمي في البيت تفعل عجبا عجابا. شوف الطفل جراءته وشجاعته وبلاغته وفصاحته مع رئيس الجمهورية سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وجمهورية السودان دي كان امتدادها شاسع. قال يا أمير المؤمنين صحيح ما تقول، أنا طفل يفع، ما بلغت الحلم ولا جرى علي القلم، ولكني يا أمير المؤمنين إني أرى أمي في البيت تفعل عجبا عجابا. سيدنا عمر تعجب، قال وما تفعل أمك يا بني؟ قال يا أمير المؤمنين إني أرى أمي في البيت تأخذ الحطب الصغار وتوقد بها الحطب الكبار، فأخاف أن أكون حطبة في نار جهنم. قال يا أمير المؤمنين الخير، بعدين يجيبوا فرعون وهامان وقارون والكبار ديل، ده حطب كبار برا وما بيولع، انا خايف انه يجيبوني انا شعلوله صغيرونه كده يخطوها حتى يوقد بها الحطب. اني ارى امي في البيت تاخذ الحطب الصغار وتوقد بها الحطب الكبار، فاخاف ان اكون حطبه في نار جهنم. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال خرج من ذلك الطفل وهو يصيح باعلى صوته وهو يقول الم اقل كل الناس افقه منك يا عمر، الم اقل كل الناس افقه منك يا عمر، ثم كان يصيح ويقول ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتني كنت ترابا، ليتني كنت نسيا منسيا. كان بكاء يعني دائما في التذكير، يعني عندما يذكر بحديث أو بآية قرآنية رضي الله تعالى يعني رضي الله عنه كان بكاء يعني صحيح
يعني يمكن يكون القرآن ذاته يعني بيزرع حكمة كبيرة جدا في الأطفال كده, بتغنيك عن أشياء كثيرة جدا أنت ممكن تكون عاوز تنشي بها ابنائك. الله يجزيكم خير, سعيدين أكيد. أيوة شكرا جزيلا مرة تانية أستاذنا وأستاذ علي, قسم الله وإن شاء الله رب ربنا يمتعك دوام بالصحة وبالعافية ويزيدك يا رب من علم تقدر تماما إحنا ننتفع به, وإن شاء الله في كل الله حديث معاك وفي كل لقاء, وسعيدين دائما. الله يكرمكم إن شاء الله, بارك الله فيكم, جزاكم الله خير, نسأل الله يعيد علينا وعليكم هذه الأيام اللهم وفي سوداننا في رخاء وسخاء, وأن يرفع عنا البلاء والعناء والشقاء والغلاء والزنا والرباء, وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يولي علينا الخيار ويصرف عنا الأشرار ويحفظنا من طوارق الليل إلى طوارق النهار إلا طارق يطرق بخير. الشعب السوداني محبة للنبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة ومحبة كبيرة, لكن نسأل الله سبحانه وتعالى بحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته وللقرآن وللعلم وللدين, ربنا سبحانه وتعالى يعني يولي علينا الخيار ويصرف عنا الأشرار ويسدد الولاة ويعطفهم على الرعية. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب.